بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس. راح اعمل وجه، خلنا نعمل ايسوليت رابع اداه من هنا 3 على الكيبورد، واحد ديليت للهيستوري، واحد سنتر بيفت، وفريز ترانسفورميشن. الان يا جماعه الخير، بالنسبه لهذا الوجه لو شفت اليو في تكستشر اديتر هتلاحظ انه شكله عجيب. بدنا نفكر بافراده. طبعا هون لو تعمل افراد عن طريق البلينر مابينج اللي عملناها كرييت يو في بلينر مابينج، هتلاحظ انه مش حتيجي بالشكل الصحيح. يعني كانك انت، يعني شوف لو عملناها، كانك انت بتطلع على الشكل من احد المحاور في هذا المجال من المحور واي وفقط. لو انك انت بتشوفه من محور واي وفقط هتلاحظ شكله جميل. يعني لو اعطيته assign new material مبدئيا ونستخدم الشكل الشطرنجي، خلنا على لامبرت ونستخدم عليها اين انت يا لامبرت، ونستخدم الكلر هذا ونختار الشكل الشطرنجي، هتلاحظ انه من فوق شكله جميل ولكن من الجوانب كلها عامل ستريتش، وهذا غلط. لو عملنا UV mapping وعملت بلينر مابينج على اتجاه مثلا زد وعملت ابلاي، اختاروا ابلاي على الاوبجكت مود واختاروا ابلاي اوكي، هتلاحظ انه باتجاه المحور زد اللي هو هذا الاتجاه الجانبي اوكي جميل، ومن الاتجاه المقابل له جميل، ولكن من فوق مش مظبوط. فبالتالي عندنا شكل البروجكشن زي ما حكينا انه هو الواسطة بين شكل ال 3D و ال2D. لازم يكون عندك الشكل مفروض على هاي الويندو كامل وصحيح عشان يكون عندك التكستشر ناجح. هذا الشكل الجانبي نوعا ما قريب من اللي محتاجه، ولكن لازم افرده. خلنا نبدأ من هذا الشكل ونكمل. يعني انا استخدمت الشكل الجانبي بلينر مابينج وحكمل عليه. في عنا طرق تانية، خلينا نختار الطرق الانسب وليكن في عنا اوتوماتيك مابينج. لو كبست عليها هتلاحظ عنا الشكل مفروض، ولكن الاجزاء صغيرة وكثيرة. ممكن يكون as start point اوكي كنقطة بداية، ولكن انا بدي استخدم البلينر مابينج. في عنا مجموعة منهم، في عنا سلندر، ممكن نجرب بعض الخيارات. سلندر اخذ بشكل ماشي حاله، ولكن بده تعديل في بعض المناطق اللي هون راح يكون فيها مشاكل. خلينا على الشكل الجانبي Create UV Planner Mapping ونكمل منه. هذا الشكل خلينا نستخدم من الاتجاه المحور X Planner Mapping Apply على أساس إنه شكله من الأمام يكون يعني أفضل ما يمكن، وبعدين الحواف خليها كلها من الخلف. صراحة مش حيكون مناسب البلينر مابينج أبدا، فأرجو إنك توسع صدرك وتشتغل معي حبة حبة. خنرجع Object Mode و assign existing material، وخلنا على لامبرتون اللي هي الديفولت لامبرتون اوكي. وبما انهم جزئين اليمين والشمال مثل بعض، بدي اعمل ديليت للفيسز 4 على الكيبورد عشان اشوفها. ديليت للفيسز او بروح على الفرونت فيو اللي هو السايد فيو تبعنا، اف اختار كل هاي الفيسز واعملها ديليت.
بدي أعمل الجزء الأول أفرده بالشكل الصحيح وأكرر الشغل على الجزء الثاني. انتبه معي وركز خطوة بخطوة حتى نوصل لنتيجة ممتازة وجميلة. الفكرة منها تعليم، فالفكرة إنه نصبر على حالنا شوي. أول شي بدي أفكر في إنه أعمل كل مجموعة فيسز باتجاه معين، أعمل لهم بروجكشن لحال. روح على قائمة الهايبر شيد، روح على ويندو ريندرينج اديتر وهايبر شيد، خلني كنترول مع شيفت أحطه على الشلف اللي عندنا. اوكي، هذه كل الماتيريال اللي انا مستخدمها في كل السين. بدي اعمل 5 نيو لامبرت مؤقتا. لاحظ على كلمة مؤقتا، اين انت يا لامبرت؟ هذا لامبرت 1 2 3 4 5. اعطي كل واحدة لون. دبل كليك على لامبرت الاولى اللي هي رقم 6 واعطيها اللون الاحمر. لامبرت 7 اختير اصفر، 8 دبل كليك واللون اللي بعدي واللون اللي بعدي، هذول 4 كفاية 4. اوكي، الان كل الفيسز اللي بالاتجاه اللي انت بتشوفه بسهولة هون بهذا الاتجاه نختارهم مع بعض. روح على الفيس واختار مثلا رايت كليك عليها وبينت، بينت سيلكتد، واختار ما الذي حصل، روح مرة ثانية على بينت، بينت سيلكتد، عم بختار اليو في، انا ما بدي اليو في اوبجكت مود، نرجع على الشكل فيس بعدين select paint paint selected. ليه عم بختار ال UV؟ لماذا يا مايا؟ face تقدر تختار كل فيس لوحده. انا كنت حختصر الموضوع، يعني طريقة اخرى للتحديد بانه اعمل paint selection اختار كل الفيسز اللي ممكن نشوفها face to face مع هذا الموديل. عشان هيك انا دائما بحب ابدا بالشكل لو بولي مثل هيك، لانه لو هاي بولي حتلاقي في عندك مشاكل. تقدر تستخدم طرق اخرى للتحديد اذا كان عندك هاي بولي. اوكي، هذه الفيسز كلها راح اروح على الهايبر شيد ورايت كليك على هذا واضلني كابس واساين ماتيريال تو سيلكشن. بالتالي صار عندي كل الفيسز اللي انا مختارهم لون احمر مؤقتا فقط. اوكي، الان من المسقط الجانبي راح اختار مجموعة الفيسز بهذا الاتجاه رايت كليك وفيس، واختار كل الفيسز ما عدا اللي مختارها. طبعا ارجو انك تطول بالك وتستمتع. يعني حاول تستمتع، هو صراحة الشغل شوي باليو في متعب، يعني كأنك تعمل موديل مرة تانية، ولكن النتيجة ان شاء الله انها كويسة.
هذه ما بدنا اياها. طبعا راح يكون عليهم شغل اكثر، فبالتالي لو كان عندك شوية مشاكل ما في مشكلة، حنشتغل كله باليو في. اعطينا لون اخر الاصفر. اوكي، من الخلف نشوف شو ممكن يكون في عنا لون. ارجو انه يكون الشغل والكلام واضح. طبعا انا بمرحلة تعليمية، في الموديل بده صراحة تعديلات، ولكن اوكي واعطيه هذا اللون. طبعا هاي طريقتي، في ناس كتير كل واحد عنده طريقة بيشتغل عليها. يعني ممكن يكون عندك انت طريقة احسن من هاي الطريقة، او ترتاح لها اكثر بالاحرى. بتقدر تستخدم اي طريقة بتشوفها مناسبة. في عنا اللون الاصفر، ممكن ندخل معاه هاي هذه المجموعة، هاي برشيد واللون الأصفر. أوكي، من تحت عنا لون آخر لهاي المجموعة، وأساين ماتيريال سيلكشن من الأسفل، وفقط مبدئيا كفاية. كفاية الآن، انتبه معي، بدنا نختار الاتجاه الأمامي ونبدأ منه. الأمامي في عنا طبعا مناطق داخلية أنا لسه ما اهتميت فيها، آخر إشي مش مشكلة. بدي اللون الأمامي اللي هو اللون الأحمر، اذهب للون الأحمر. يعني هاي الطريقة المؤقتة اللي عملناها عشان نختار فيها الأشكال على الشكل. صراحة الوقت داهمنا، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. خليكم معي وشوفوا هذه الطريقة الجميلة، إن شاء الله بتفيدكم بالعمل. السلام عليكم.